يلا روحي الدرسيه يلا يلا. وخريدك حبيبتي، انا خلاص دراسه. صباح الخير. مساء الخير. روحي لا ترهج حياتك، يلا روحي. لا تخافين، انت من دخلتي حياتنا احنا حياتنا تسممت. يلا يلا حياتي يلا. فلوسهم ياخذها اخذها. يا معمي اطلع برا ما تشوف شاي. نزل يدك. اطلع برا. اطلع برا، انا علمك شلون اخذ الفلوس. اي فلوس؟ فلوس امي وتعرف اي فلوس. لا حبيبي ما عندي لك فلوس، يلا يلا يلا. ما عندي يلا. الفلوس اخذها بالمحكمه وعرف شلون راح. شو بتسوي يعني؟ وحدك مش راح تسوي. ما تشوف شر عمي، يلا 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 يلا. نزل يدك. اطلع من هناك عقب. نزل يدك اقول. شو بتسوي يعني؟ ايش راح اسوي؟ راح تشوف ايش راح اسوي. ما تشوف شر حبيبي، يلا 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 يلا. يمه شو قاعده هني؟ يمكن القعده بالشارع احسن لي من القعده مع بعض الناس. يما حرام عليك، شو هالكلام اللي قاعد تقولينه؟ قومي بعد عمرك، قومي دشي. خليني يا يما، انا هني مرتاحه، خليني. يما امان عليك قومي دشي معي حبيبتي، هذا بيتك. عشان خاطري امان عليك بعد عمري، قومي قومي حبيبتي، قومي تعالي. وصون فهمي، انا الحين متزوج واحب زوجي وزوجي تحبني، تفهمين ولا لا؟ واخلع عن دربي. تعال شنو واخلع عن دربك؟ على بالك انا مسهله اتركك تهدني كذي وتروح مو بكيفك؟ يعني شو تبين؟ ايش تبين مني يعني؟ افضحك. شو تبين تقولين؟ ايش تبين تقولين؟ اقول انك انت اخذت فلوسي كلها سلفتك اياهم وللحين ما رديت اياهم. يلا يلا هناك، ناقص ميالين انا. واخري هناك عاد يلا. روح هناك عاد يلا. افضحك وما اخليك. يلا 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 يلا. افضحك. زين انا شو المطلوب مني؟ أنا بس بغيت أسألك سؤال من ساعة أنت ويا يعقوب، ليش تهاوشتوا وطردك من المحل ليش؟ الخسيس قاعد يضحك على أمي وماخذ منها لحد الحين 14000 دينار. معقولة؟ إيه عادي هاليعقوب، الظاهر متعود إنه ياخذ فلوس الحريم. ليش أنت ماخذ منك فلوس بعد؟ ماخذ مني فلوس وايد، بس للحين ما تحاسبنا أنا وياه. وشلون تبينا نحاسبه؟ ننتقم منه. ليه؟ ليل نهار تحن علي وتحن علي لين خلتني اتزوج بتريه. هذا انت خلتني اعيش بحاله غريبه ما عمري تعودت عليها. انا كل ما هي احاول اكلمها القاها في عالم ثاني، ماني عارف شلون احاكيها، بس انا وعدك ان شاء الله ان شاء الله راح اكلمها خلال اليومين هذيل. اي لازم اكلمها لان ما في حل ثاني. تعبت منها، عيشتني بحزن وألم. أنا أتزوج بدري ويصير معي كذي، ليش؟ أشوف يلا عاد أشوف زين شكله حلو ولا وايد حلو تهبلين، بس عاد شوفي أبيك أول ما تدشين العرس كذي ثقة وابتسامة، ما أبيك تبكين. لا ما راح أبكي، درامة البنات ما راح أسويها، أنا قلت لك أنا غير. امشي شوي شوي أوكي؟ وبنضحك وأطلع غمازات. أهم شيء غمازات. يلا امشي يلا شوي. زيتنا كعب أنت عروس اليوم، شوي يلا. واي يا حسن ترو مني. يلا امشي. ليش ما تكمل الوالد؟ إي الوالد أعتقد مرتاح ويقدر يساعدنا، وأنا راح أرد فلوس يعني. النهاية راح ارد الفلوس. انا بس ابي اكمل المشروع، الباقي كله تمام. مشروع وايد فله، حلم. انت تبيني اكلم ابوي؟ اوكي مو مشكلة، انا بكلمه، بس ما ادري بصراحة بيرضى ولا لا. احنا نحاول يا حبيبتي، محاولة. شو تسوين هني؟ وصول حاجيك تعالي وصول. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اختي. لو سمحت بغيت اقدم بلاغ ان غصون محمد هي ورا سالفة المحل اللي سكرته. بس ماكو مشكلة، اعطيني البطاقة. ان شاء الله. تفضلي استريحي والحين نهديك. شكرا. حياك الله. أنا متأكدة إن غصون ورا هالسالفة، لأني كنت فاتحة محل يم المحل اللي سكرتوه، وكذا مرة شفت غصون بسيارتها واقفة تراقب المحل، وبمرة من المرات لما رحت لها أول ما شافتني ارتبكت وانحاشت. زين أختي ابتسام، أنت كم مرة شفتيها تراقب المحل؟ وأبي أعرف إيش كثر كانت المدة اللي توقف فيها وتراقب المحل؟ ما أدري، بس يمكن يعني شي تقريبا مرتين بالصدفة شفتها، بس يعني متى بدت ومتى خلصت ما أعرف بالضبط. خلاص اختي ابتسام، انت الحين تقدرين تمشين، واحنا اذا احتجناك راح ندق عليك ان شاء الله. تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضلي. خالد. نعم. ايش فيك؟ الله يهداك، انا من قلت لك ان ابوي مو موافق على موضوع الفلوس وانت مو راضي تطالعني ولا حتى تحاكيني. بتريا ماكو شيء، انا شويه مشغول، ماكو شيء. لا ها؟ على اساس انا توني اتعرف عليك صح؟ ما اعرفك. ايش فيك تحكي؟ واضح ان فيك شيء. اكيد. اكيد فيني شيء بتريا، ما راح اخش عنك شيء. بس اللي سووه اهلك صراحه مو اوكي. ايش دعوة؟ يعني ما فكروا باللي أنا سويته، ولو إنها ما هي منه، بس على الأقل يحسون فيني. نسوا أنا ثالث يوم من تزوجتك صارت حالة الوفاة، الله يرحمه. قعدت معاك ما قصرت، داريتك واسيتك، وهذه والله مو منه، لأني أنا أحبك. بس أهلك ما قدروا الشيء هذا، ما حسوا فيني، ما فكروا فيني. أنا إيش حسيت فيها؟ كل ساعة أحاول أكلمك، في كل وقت أحاول أكلمك. أنت مو هني، أنت شاردة، وهذا كله ما همني. المهم إنك تكونين أنت مرتاحة. بس الموقف اللي صار يدل على إنهم ما يثقون فيني كلش، وهذا شيء مو زين. لا مو زين، يزعل. بس عادي، أنا متعود على كذي، راح ألقى لي حل وراح الأمور كلها تستقر. عادي عادي. معك حق بكل كلمة قلتها. الو يبا، انا كذبت على خالد وقلت له ان انت ما عندك المبلغ، بس انت اذا بغيت الدبرة تقدر الدبرة. انا ادري يبا، تكفى. ترى خالد ما قصر، وقف معاي وما تمشاري وشالني من الأرض شيل. يبا، قص شهر العسل وخرب وناسته وفرحته، وتحملني بنواحي ومشاكلي. إيه عاد لبغانا نوقف معاه نستكثر عليه عشان فلوس يبا، صح ولا لا؟ على خير يبا، مرينا باكر اخذ المبلغ. مع السلامة. تفضلي يا اخت غصون. أنا ماني فاهمة شو السالفة، شو الموضوع؟ الموضوع ما فيه يا أخت غصون، أنا عندي بلاغ ضدك من المدعوة اللي اسمها ابتسام عبد اللطيف. تقول إنك أنت ورا قضية المخدرات اللي لقيناها في محل المدعو يعقوب، وأنا كانت تشوفك كذا مرة، ولما جت واجهتك انحشتي. أقدر أعرف منك أنت ليش كنت تراقبين المحل، وشنو علاقتك بالمدعو يعقوب وبالمحل؟ أنا رئيسة قسم، أنا أشتغل بالوزارة صار لي 20 سنة بكل ضمير، والكل يشهد لي بالصرامة والنزاهة. شلون تقول لي علاقة بموضوع مثل كذي؟ شلون؟ والله ما أدري إيش أقول لك يا أخت غصون. المحل ما كان فيه كاميرات مراقبة، بس أنا أبي منك أنتي، أبي منك إجابة. أنتي ليش كنتي تراقبين محل يعقوب؟ بالنهاية ترى إحنا معاك، قولي. يعني أنت انت حضرتك تبي تسمعين الاجابه المقنعه، والاجابه المقنعه اللي عندي انه انا ما لي علاقه لا بيعقوب ولا بغيره. وابتسام هذه اللي تكلمين عنها الظاهر يعني تبي تنتقم مني كيدا فيني. على فكره ابتسام هذه كانت موظفه عندي في القسم في الوزاره، يعني صراحه كانت موظفه مستهتره، كل غياب في غياب ولا مره جابت مرضيه، وانا اصريت اني يعني اخذ الجزاء معها المنصوص بالقوانين واللوائح، لذلك طردت من الوزاره. وبعدين هي سوت هذا كله علشان تنتقم مني من شخصي انا. وحضرتك تقدرين تتحققين من سجلات الوزاره وتعرفين انه كل كلمه قلتها انا صحيحه. بس ترى انت للحين ما جاوبتيني، شنو سبب وقوفك قدام محل يعقوب؟ ماكو سبب حضرة المحققة، يمكن أنا في ذاك اليوم كنت رايحة المحل، وأنا على فكرة زبونة في المحل هذا. ما أدري، يمكن ذاك اليوم يعني تليفون صفت وقفت أتكلم مكالمة، ارتحت شوي، يعني ماكو سبب معين. يعني أنا ما أعتقد اللي يعني يصفط ويتكلم أو يرتاح بسيارته تعتبر هذه تهمة عليه، ولا أنا غلطانة؟ هذا آخر كلام عندك؟ خلاص تفضلي، واحنا اذا احتجناك راح اكلمك. شكرا. شكرا. صحيح الكلام ولا لا؟ اي صحيح، بس على فكره ترى مشكلتي معاها بالوزاره، ابدا ما لها علاقه بالشكوى اللي انا قدمتها ضدها. بس انا اللي عرفته ان غصون خلال 20 سنه لها في الوزاره ما عندها ولا مخالفه اداريه، لا وترقت اسرع من غيرها. وانتي سجلك متروس غيابات ومرضيات، اصلا انتي تعديتي غيابات خلال سنه واحده بس. يا استاذه غصون خبيثه، ممكن تسوي اي شيء عشان تدمر الشخص، وعلى فكره بعد ترى شاكين فيها اذا ذبحت اليال ولا لا. اختي ابتسام، الواضح انك محتاجه حق الراحه النفسيه عشان ما تفكرين بايذاء اي احد باتهامات ما لها اي اساس اصلا. ولولا اني مقدره حالتك النفسيه كانت اتهمتك بتضييع الوقت وتضليل العداله. بعد أنا أقول من رأيي إنك تقعدين مع نفسك وتحاسبين عمرك على أخطائك قبل ما تحاسبين غيرك. عن إذنك. ألو. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايش فيك؟ بدها شلون تدشين من غير ما تطقين الباب؟ كرهها. وين هذا بعد؟ طبعا راح الديوانيه مثل العوايده. هين فكه فكه من وجهك. ويع انت تماني بعد. انا تدخليني المخفر؟ انا تلعبين معي هاللعبه يا ابتسام؟ تبين تسجنيني؟ ماشي، هينا ونطق الباب. يلا الجواب. تعال شوي 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 شوي. ما قلتي لي ايش رايك بالمكان؟ ينن مرتب، حتى موقعه حلو. الله يكتب لي فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تعال وانت بتروح، تعال عندي. يبي ينحاش مني هالولد. باي. يقول باي حق ماما؟ تقول باي حق ماما؟ ابوسك ابوسك. شوف 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 الصوت يزي. يلا صورة صورة صورة. بيبو عافية. اوه شوف هزوني. ما تبيني؟ اوبا. وين 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 وين؟ نروح هناك؟ يلا تعال. مبسوط. هلا. هلا قلبي، هلا. هلا فيك، تفضل. اللوز. قلبي ليش عذيت روحك كذي؟ الحين اكتب لك فيهم وصل احسن، ها؟ لا لا، ما له داعي. مهما كان انت زوجي وانا اثق فيك. حبيبتي انت، حبيبتي. كذي اروح اخلص شغلي وانا مطمئن تماما. تبي شيء حياتي؟ سلامتك. عندك. تبي شرب القهوه؟ كمليها عني، ترى خوش قهوه. صبحك الله بالخير خالتي. صبحك الله بالنور يا بنيتي. خالد شنو هذا؟ الامور هذه ما تناقشني ويا الدوام. رد علي قول لي شنو هذا؟ ورقه طلاق. اي طلقتك. مثل ما تزوجت طلقتك. بعدين خلاص كل انسان عنده تحمل عاد يتحمل. انا تعبت حزن والم ونكد بس كفايه. صدق؟ وليش ما جيت لمتني؟ ليش ما قلت لي ان انا تعبت ومليت؟ ولا خلاص عقب ما اخذت ال 50,000 خلصت التمثيليه. 50,000 اي 50,000 اي فلوس؟ انت نيتي انت. السالفه فيها فلوس بعد؟ وتنكر انك ماخذ مني فلوس؟ لا عيل صدق خلصت التمثيليه ما لها داعي تمثيل اكثر. سمعي سالفه الفلوس هذه نسيها. لا تقطين اللوم على احد، لومي نفسك. لا والله ما الومك لانك انت حنيت علي عشان ما ارد حق ريلي واتزوجك واني هديت عيالي بسبتك وان مساري راح بسبتك. بعد حتى عقب الطلاق تلوميني على موتة ولدك؟ انا تعبت خلاص انسي هالموضوع ولو سمحتي ما ابي اشوفك هني عندي بالمكتب. لا 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 استمر الاكشن حلو بعد 10/10 برافو عليك برافو عليك. لو سمحتي انت كذي انت تستاهل الاوسكار. غصون لو سمحتي ممكن تطلعين من مكتبي ولا توريني وجهك هني نهائي. نظفت اللي هني صح؟ ان شاء الله. زين تروحين بعد هذاك الصوب تنظفينه. اوكي يلا. ايش صاير؟ انا غبيه يما. بدري يما ايش صاير؟ يما ليش تبكين فهميني؟ ولا يما بطلي الباب. بدرية يما بطلي الباب. ايش صاير؟ ايش فيها بدرية؟ والله ما ادري. بدرية يما فتشي الباب. بدرية زين دق على خالد فهمنا خي فهمنا ايش اللي صاير. يا ربي بدرية بطل الباب فهمينا. ايش صاير؟ ما يرد. ولا عافك بدريه بطل الباب لا تحرقي قلبنا عليك. بدريه بطل الباب يبا. بدريه فتشي الباب يا بدريه. يا تبون تعرفون شو اللي صاير؟ اللي صاير انا بنتكم غبيه ومزوله. خالد عقب ما اخذ ال50,000 دستي وردتي. هذا اللي صاير. ما عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. لو تدرون اليوم صار بالوزاره تموتون ضحك. بذمتي فيلم اليوم اللي صار. اليوم دخل خالد على مكتب بدريه كان يحط قدامها ورقه طلاقها. هي في خيره وياها قام يقول الوان الوان الوان، صار قوس قزح والموظفين كلهم اجتمعوا. بذمتي فيلم اليوم. زين بس وقفي ضحك. شنو قلتي؟ خالد طلق بدريه؟ وانت ايش فيك يعني تتعججي؟ حنيت يعني؟ حنيت حق طليقتك الخاينه. لو تعال بقول لك ازيدك من الشعر بيت، طلع ماخذ منها 50,000 وبعدين كان ينكر ال 50,000 يقول لها انا ما اخذ منك ولا شيء. مو حلو الفيلم محتوى. والله حسام ضيعتي نفسك وضيعتيني وياك. زين انك جيت. هذا جناط بنتك خذهم وياك. لا يجري الحياة يا المؤسسة على وجهك. على الغلط على الغلط. اسمع، أنا طلقت بنتك بس ما سويت لها شيء. بنتك لك هدية، حزن، كآبة. أنا تعبت. وال50,000 يا نصاب ترى ذبحتوني تو بنتك. مالكم شيء عندي. تدري حاد السالفة ما هي سالفة 50,000. السالفة انك ضيعت بنتي ومستقبلها وضيعت عيالها معاها. لكن ما اقول الا حسبي الله عليك. حسبي الله عليك. شش. لا تهين نفسك اكثر من كذي. خذ اغراض بنتك وبعدها واطلع. هذه شورتك يا نواف. تزوج واحدة مطلقها عندها عيال وخاينة زوجها ويقول لي أبوها بينغنغك بالفلوس. على 50,000 فاضحيني. يمتي ليش مو مصدقة أن أبو محمد تاجر زين؟ لا حبيبتي باين، طالعي حواليك وانت تعرفين. يما عشان هو امين، تدرين لو يدخل الحرام بتجارته، اقسم بالله كان حالنا غير هالحال، بس هو مو كذي والله. انا لله. انت الحين ايش تبين مني؟ ابى افهم. ابيك تحطين فلوسك معنا، لانه هو وايد زعلان يما. وبعدين وياك. انا خلاص كرهت هالسالفه. وانا بعد كرهت هالسالفه هذه. عيال بدش البيت برتاح. كل ما ارجع من الشغل شقيان وتعبان القاها قاعده بنص الصاله. روحي عند عيالك شنو جايين او لا فيك هم. محمد شو الكلام؟ ايش قاعد تقول انت؟ شب ولا كلمه، ما ابي اسمع صوتك انت. وبعدين وياك هذا اللي قدرتي عليه؟ يما الصراحه ابو محمد عنده حق. انت قاعده تتصرفين معاه كأنك مو واثقه فيه يما. وبعدين اول وحيد اللي راضي تعيشين معانا. حسبي الله عليك وعلى ريلك. أنا ما راح أقعد في بيتكم دقيقة واحدة. أنا أستاهل كل اللي صار لي يما. كنت قاعدة ببيتي معززة مكرمة بين عيالي، وعندي ريل. لعب الشيطان براسي إلا أحب مثل المسلسلات. سلمت مشاعري حق اللي ما يسوى يما. بالأول شاهين وتالي خالد، ولا طلت خالد ولا طلت عيالي. حتى فواز توني أعرف قيمته. لو أروح لو أبو سريلة يما أدري إنه ما راح يسامحني. ما عليه يما، ما عليه، قطي كل شي ورا ظهرك وانسي، والحين روحي نامي وارتاحي. كل انسان معرض للغلط، اهم شي انك تعلمتي من غلطتك. تعلمتي موت ثمن غالي. بس شي يما، قومي روحي دارك ارتاحي. قومي يا يما، البكي ما يفيد. يما حياك حياك، تفضلي. هلا هلا والله خالتي. هلا يما. زين اللي سويتي يوم انك جيتي هني. عيني وسعلك من المكان. ما قصرتي خالتي، انا رايحه اذهب لك دار ترتاحين فيها. جزاك الله الف خير. يابا ليش تروح معانا؟ وين بروح معاكم حبيبتي؟ لا لا خالتي، ما عليك منها حبيبتي. ذوقي لي هالجبنه، طعمها وايد حلو، حتى ملحها خفيف. عطلك بيض يما؟ لا يما. نعم. أنا جاية أقدم إجازة من غير راتب. ليش بتروحين جزر المالديف؟ ولا يمكن تبي تقضين وقتك على السرير تبكين وتنوحين على الماضي اللي انتهى وعلى الحب الأبدي اللي راح؟ أنا مو زعلانة على الحب الأبدي على قولتك. زعلانة على شنو؟ أنا زعلانة إن شمت فيني حثالة الناس.